أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب، وهذه عناوينها. متطوعون يطلقون حملة للبحث عن طفل اختفى بقلعة مكونة، فتح تحقيق في حق موظفي شرطة بالقنيطرة، وانطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة غدا. أطلق عدد من المتطوعين حملة بحث واسعة من أجل العثور على الطفل أيوب آيد بن عيسى الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، اختفى عن الأنظار منذ 26 من الشهر الماضي، وذلك بالموازاة مع الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمنطقة. فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي الشرطة يشتبه في تورطهما في استخدام العنف في حق شخص موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية. نظمت جمعية لويس براين للمكفوفين بتطوان زيارة إلى موقع تامودا الأثري، وذلك لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من زيارة الموقع أو المواقع الأثرية وتعزيز ثقافاتهم وتبادل المعلومات المختلفة، وجعل السياحة ممكنة بالنسبة لكل الفئات المجتمعية. تمكنت اللاعبة ملاك العالمي من بلوغ الدور الثاني من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في فئة الشباب عقب فوزها على منافستها من إيطاليا بجولتين نظيفتين. يذكر أن المغرب يشارك في هذه البطولة بثلاثة لاعبين للمرة الأولى في تاريخ كرة المضرب الوطنية. تنطلق منافسات النسخة 7 من بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة 2023 يوم غد الثلاثاء، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 16 من يونيو الجاري. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة في دورته 11، حيث نظمت هذه الدورة على مدار 3 أيام بقرية أزنيد بالجماعة الترابية 4 عياشة بإقليم العرائش. نهاية النشرة، إلى اللقاء.